بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده جاء المصنف بهذا الباب ليبين لك غربة الدين وترك الناس للتوحيد وما جاء من النهي عن عباده الله تعالى عند قبور الصالحين حتى لا تكون وسيله الى الشرك بالله الدليل الاول في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه وما فيها من الصور فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنه القبور وفتنه التماثيل فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين هذا كلام ابن تيميه رحمه الله وانما سمى ذلك فتنه لانها سبب لصد الناس عن دينهم الاصل في القبور ان تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعه الى الشرك القبور اشد فتنه من التماثيل وذلك لامور اولا القبور موجوده في كل مكان بخلاف التماثيل ثانيا عند القبر تحصل اشياء لا تحصل عند مكان اخر مثل الخوف الدليل الثاني ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا اخرجاه الدليل الثالث ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في اخر حياته ثم انه لعن وهو في السياق من فعله والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي ان يتخذ مسجدا فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اي ملك الموت ليقبض روحه صلى الله عليه وسلم خميصه اي كساء او لباس ذو اعلام لعنه الله اي طرده وابعاده فهذا خبر عن الله ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اما بالسجود عليها او بناء المساجد عليها لابرز قبره اي اظهر واخرج من بيته كان يدفن في البقيع مثلا لماذا دفن صلى الله عليه وسلم داخل الحجره ولا احد يرى الحجره فضلا عن تربه القبر لقوله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي الا دفن حيث يقبض خشي بفتح الخاء اي خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل قبره وثنا خشي بالضم أي خشي الصحابة أن يجعل القبر وثنا حرصا على تحقيق التوحيد. كيف نرد على من ادعى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ ألف رد مجمل بأن هذا من المتشابه والواجب الأخذ بالمحكم من الكتاب والسنة وأنت من الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. فلا نسمع لك ابدا ب رد مفصل اولا ان المسجد لم يبن على القبر بل بني المسجد في حياته صلى الله عليه وسلم ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد بل دفن في بيته وكان خارج المسجد ثالثا ادخال الحجرات الى المسجد ليس باتفاق الصحابه رضي الله عنهم بل بعد ان انقرض اكثرهم وخالف بعض من بقي كما خالف سعيد بن المسيب رابعا القبر ليس في المسجد بل في حجره مستقله وليس المسجد مبنيا عليه بل القبر محفوظ بثلاثه جدران وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة حتى لا يستقبله المصلي. خامسا: المسجد النبوي له مزية في الصلاة وشد الرحل وغيره. تنبيه: الخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاها، ولم يثبتها الله عز وجل فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه. وهما ابراهيم صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا تعرف الجهل العظيم في قول العامه ان ابراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله وهذا تنقص في حقه صلى الله عليه وسلم لانهم جعلوا مرتبته صلى الله عليه وسلم دون مرتبه ابراهيم ولم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس فان الله يحب المحسنين مثلا فمن يصفه صلى الله عليه وسلم بانه حبيب الله فقد اخطا الدليل الرابع ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه ابو حاتم في صحيحه شرار الناس فيه ان الناس يتفاوتون في الشر وان بعضهم اشد من بعض خلاصه الباب يجب البعد عن الشرك ووسائله ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح ويشمل الصلاه وغيرها فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا المسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل وكذلك مشابهة المشركين. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لا سيما إذا كانت الصور معظمة عادة كصور الرؤساء والآباء أو شرعا كصور الأولياء والصالحين. الثالثة: العبره في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا اولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم الرابعه نهيه عن فعله عند قبره قبل ان يوجد القبر الخامسه انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم السادسه لعنه اياهم على ذلك السابعه ان مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره ايانا عن قبره الثامنه العله في عدم ابراز قبره خشيه عبادته وكل نبي يدفن حيث قبض التاسعه في معنى اتخاذها مسجدا بناء المساجد عليها واتخاذها للصلاه العاشره انه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعه فذكر الذريعه الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته الحاديه عشره ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما اشر اهل البدع بل اخرجهم بعض اهل العلم من الثنتين والسبعين فرقه وهم الرافضه والجهميه وبسبب الرافضه حدث الشرك وعباده القبور وهم اول من بنى عليها المساجد الثانيه عشره ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شده النزع الثالثه عشره ما اكرم به من الخله الرابعه عشره التصريح بانها اعلى من المحبه الخامسه عشره التصريح بان الصديق افضل الصحابه الافضليه في الايمان والعمل الصالح فوق الافضليه بالنسب ومن ثم قدم ابو بكر على علي السادسه عشره الاشاره الى خلافته التقسيم والتقعيد للقول المفيد